lines from the numbers to the words. ارسم خطا من الارقام الى الكلمات. شوف هنا هذا first, first, second, second, third, third, fourth, fourth, fifth, thirteenth, eighteenth, twentieth, twenty-first, وعندك 26 وهكذا. عندنا هنا spelling الإملاء high five fifth eighth eighth nine ninth twelve twelfth. هذين الطالب طبعا يحفظهن، أهم شيء ذني الأول والثاني والثالث وهكذا. عز الطالب شغلة سهلة فأنت لازم تعرفها عندك، بس هذا يعني حاول تركز على أول والثاني والثالث الرابع، باقي كله th th ما عدا بعض الأرقام. read the rhyme on page 16. اقرأ هذا النشيد بصفحة 16 من الكتاب الملون واكمل هذا الجدول. شوف هذا الشهر وهنا عدد الأيام، January, February, March, April, May إلى آخره. شوف عدد الأيام خاف تجيك بالامتحان ك يعني رقم يريده. listen and write the birthdays. استمع واكتب أي يعني أعياد الميلاد. اكتب الرقم و short month first. اكتب الرقم و الشهر المختصر تكتب هنا مختصر، مثلا 14 ديسمبر مثلا جاك بيرثداي از قد عمره، مثلا تضيف عمر معين. طبعا هذا بملف صوتي تلاحظ عز الطالب. اوكي يعني حتى لو تتدرب كنت اي اسم، ياسر، ساره، سايمون، سوزن، رمزي، هذا تنظيفه يعني مثلا ايش قد هو مثلا بيا شهر جاي واليوم اللي جاي بي وهكذا. تنطي مثلا هنا الرقم وتنطي الشهر، تنطي مختصر وهكذا. check your answers. طبعا هاي تدقق اجوبتك وتكتب جمل. هنا متى عيد، when is your birthday، متى عيد ميلادك، هنا تكتبه. complete the sentence. اكمل الجمل. write words. اكتب كلمات وليس ارقام. on my next birthday وهكذا. اشبه بالتدريب. عندنا اعزائي النقطة هنا رقم 6 يقول لي write the dates in words. اكتب التواريخ بالكلمات. examples هنا 5/8 الخامس من اوغست، يعني خامس من اب. شوف هنا الدي اليوم وهنا الشهر. نعطينا طبعا هنا ارقام، انا حليتها لكم هنا 26 السادس والعشرون of November. السادس والعشرون من شهر تشرين الثاني. هنا عندنا 13th of April الثالث عشر من شهر نيسان. 21st الحادي والعشرون of February من شباط شهر الثاني. 3rd of March هنا 3rd of March الثالث من آذار. 2nd of May الثاني من شهر يعني مايس اللي هو آيار. هنا عندنا شهر مثلا جولاي إلى آخره وهكذا. أوكي أعزائي شغلة سهلة كلش بسيطة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.